بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه التحولات الكونية التي نراها ويراها العباد ينبغي أن تحدث إيمانا لهم، فنزول هذا المطر وانقلاب هذا الجو من الحرارة إلى البرودة ينبغي على أهل الإيمان أن يربطوه بهذا الرب تبارك وتعالى، أولاً بتوحيد الربوبية، بأنه سبحانه وتعالى هو المحرك لهذا الكون، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال سبحانه في سياق أيضاً هذه الآيات: وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نحيي الموتى لعلكم تذكرون. أيها الإخوة الكرام، هذا هو توحيد الربوبية. القرآن يبسط هذا التوحيد ليلزمك يا عبد الله بتوحيد الإلهية، فمن عرف أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى ألزمه ذلك أن يعرف توحيد الإلهية، فيفرده سبحانه وتعالى بالعبادة بأن العبادة حق لله، فلا يدعو إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يذبح إلا له ولا يستغيث إلا به سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه التحولات ينبغي على أهل الإيمان أن يربطوها بربهم تبارك وتعالى، فإنه لا يكون تحريكة ولا تسكينة إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى. قال الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هكذا يا عباد الله أهل الإيمان يربطون هذه التغيرات والأحوال الفلكية التي يرونها بين الفينة والأخرى، يربطونها بهذا الرب تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. وهذا هو اعتقاد أهل الإيمان، بأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى، وأنه موجود جل وعلا. لكن الذين أضلهم الله جل وعلا على علم، بل إنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تأملوا في نملة يخرج سليمان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليستسقي لقومه، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها، قد مدت استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. استفيد يا إخوان أن هذه النملة خير من كثير من الناس اليوم الذين لا يعبدون الله بل يعبدون غيره ويذبحون لغيره ويستغيثون بغيره. يقولون: يا علي يا حسين، بل بعضهم يقول: يا رسول الله، على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا إلا أنه لا يدعى عليه الصلاة والسلام. قال الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الذي نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا بل أكثر من أنفسنا، كما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: قل أي يا محمد، قل لا أملك لنفسي
نفعا ولا ضرا. ثم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن هؤلاء لا يدعون من دون الله حتى ولو كانوا أعلى المقامات عند الله عز وجل. فالعبادة كما قال أهل العقائد حق محض لله لا يجوز صرفها لله. والعالم اليوم الإسلامي ينبغي أن يبين له هذا التوحيد، توحيد الإلهية، وهو الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة هي الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يقال بعير معبد أي قد شد ورحل، ويقال طريق معبد أي قد وطئته الأقدام. عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: إيه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، الحج عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة. قل أي يا محمد: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه النملة، نرجع إلى هذه النملة، عرفت أن الله في السماء. وكثير من الناس اليوم، بل قد يوجد من خواص أهل العلم من لا يعرف أن الله في السماء، يقول في كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. دل على أن معرفة أن الله سبحانه وتعالى في السماء أن هذا من الإيمان، فهو سبحانه وتعالى جل شأنه في العلو. أأمنتم من في السماء، أي على السماء سبحانه وتعالى، ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، فهو في العلو جل شأنه. ولهذا حتى البهائم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى البهائم إذا تعسرت ولادتها تشخص بأبصارها إلى السماء. فهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى في العلو، لا كما يقول الجهم بن صفوان المرادي قبحه الله، كان إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله. الفطر تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، أنت ترفع يديك وترفع بصرك إلى السماء داعيا هذا الرب سبحانه وتعالى، فهو في العلو مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. له صفات، له أسماء تليق بجلاله وعظم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له سمع وله بصر سبحانه وتعالى، يليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن نستفيد أيها الإخوة من هذا القطر وهذا الغيث أن الإنسان يعترف بهذا الرب، بل البهائم تعترف بوجود الرب سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلكم أيها الإخوة ربطه بالتوحيد، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، أنه أخبر أنه قال: أصبحنا على إثر سماء من الليل، لما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. نستفيد من هذا الحديث في حرف الجر هنا الباء، الباء هنا سببية. إذا قلت مطرنا في كذا، يعني في الوسم، فلا حرج إن شاء الله، مطرنا في الزمان، هذا ظرفية. لكن إذا قلت مطرنا بي، يعني بسبب هذا النوء وهذا الكوكب، فهذا كفر بالله العظيم. فلهذا من الأشياء التي ينبغي على العبد أو أهل الإيمان أن يتنبه لها مسائل الألفاظ. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح الألفاظ عن الصحابة، قال أحدهم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لأن مشيئة الله لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق.
ما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لهذا يا أخوان بعض الناس اليوم يحلف بالنبي وإذا قلت لا قال يا أخي على نيتي. الصحابة ما قال على نيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المبدأ عليه الصلاة والسلام، وصحح مبدأ الغلو به عليه الصلاة والسلام لما رآهم يمدحونه عليه الصلاة والسلام، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الإخوة الكرام، يتبين لنا عظم هذا التوحيد. الخلاصة أو آخر شيء يقال مسألة الشكر، أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حال أهل الإيمان، أنهم لا يقابلون هذه النعم بالمعاصي وإنما يقابلونها بالشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. الضمير المحجب هو القلب، هذا القلب ينبغي أن تعترف بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المسبغ لهذه النعم سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هذا الشكر والحمد ينبغيان أن يكون دائما أمامك يا عبد الله، فتحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، تلهج بهذا اللسان، تثني على ربك، تكثر من ذكر الله. هذا هو اللسان يدور عليه، ما يدور عليه يدور على القلب وعلى اللسان. اللسان أن تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره والثناء عليه وأنه هو المسدي، ولا تنسب هذه النعم للعباد وإنما تنسبها لرب العباد لأنه هو خالقها سبحانه وتعالى. لهذا نبه العلماء رحمهم الله تعالى على مسألة الثناء على المخلوق وعدم الثناء على الخالق سبحانه وتعالى، فإنه هو موجد هذه النعم وموجد وخالق أسبابها سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخوان يقوى الإيمان بهذه التغيرات، بأن تنكسر بين يديه سبحانه وتعالى وتدعوه سبحانه وتعالى وتثني عليه كما أثنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الحامدين من الموحدين، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى من ولاه الله أمرنا من العلماء والحكام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.